يسمح لي فضيلة الدكتور أن أتطرق إلى موضوعات تتعلق بالأضحية، بما أن السؤال قد ورد حول ذلك. فيما يتعلق بمواصفات الأضحية، أيضا فيما يتعلق بالأضحية عن الميت أم عن الحي، هذه الأشياء أود أن تبسط القول فيها في مطلع هذه الحلقة دكتور صالح. أما صفات الأضحية فيشترط أن تكون قد بلغت السن المجزئة، يعني ولا يجزي من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر وهو الجذع، ومن المعز ما تم له 1 سنة كاملة 12 شهرا، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذه السن المجزئة. وكذلك يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، لأن لا تكون عرجة أو تكون مريضة بين مرضها، أو تكون عورة يعني فاقدة إحدى العينين. هذه أهم صفات الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب المخلة بلحمها، أو العيوب التي تنقص جسمها، أو تخل بلحمها، أو تكون لم تبلغ السن المنصوص عليها، إن هذه لا تجوز في الأضاحي. وكذلك لا تجزي الأضحية الهزيلة، التي ليس لا تنقي، كما في الحديث الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا يكون فيها شيء من الشحم أو من الدهن.